كابتن رمضان السيد، رأيك؟ الناس كلها مستنياك النهاردة تتكلم وأترك لك المجال. هل أنت راضي؟ طبعا أولا كل التقدير لرؤساء الأندية، ولا نختلف أبدا عليهم، كلهم أصحابي وأصحابك وأخواتنا، ولكن احنا بنتكلم على ربما نختلف في رأي أو مضمون. هل أنت شايف شكل الاعتراض الذي تحول إلى صفين، معارض ومؤيد، ومجموعة مع دور المحترفين لها حقوق وصرفت، ومجموعة ترفض، واتحاد الكورة ما بين اتهامات بالتقصير وما بين مناصرة للبدء في المحترفين بالشروط التي بدأ وأنهى عليها الموسم الماضي؟ هذا المشهد كخبير بقى أساء للكرة المصرية أيا كان الحق مع مين؟ طبعا بص أنا هقول لك حاجة يا عبد الناصر، أنا المفروض كنت بطلب من اتحاد الكورة إن هو في نهاية المسابقة أو كل المسابقات حقيقة، إذا كان الممتاز أو الممتاز به أو الدرجة الثالثة أو في نهاية المسابقات ما ياخدش وقت، يعني يا دوبك أسبوع ويبعت للأندية الجداول ويبعت للأندية مواعيد بدء المسابقات كمان، وكل حاجة تبقى واضحة، والحقيقه واللوائح كمان بتاعت كل مسابقه. الكلام دوت انا في رايي ان الاتحاد ساهم بشكل كبير جدا ان تحصل الحقيقه المشكله اللي حصلت في الاخر. انت النهارده وصلت ان انت عملتها نقاش او مناقشات ان انت تشتغل دوري محترفين ولا دوري ممتاز به ولا مش عارف ثلاث مجموعات في الممتاز به ولا ست مجموعات في الممتاز به. لا الامور الحقيقه بقت صعبه جدا جدا، يعني الاتحاد مجلس اداره اتحاد الكوره هو اللي صعب الامور عليه على نفسه الحقيقه. انا في نهايه الموسم بس هو مش كله، هو بعض، ما انا بقول لك ربما يكون اربعه هم سمحوا لهذا النقاش المطلوب. يعني انا بقول لك انا في رايي ان اتحاد الكوره اولا في ناس محترمين جدا جدا وفي نجوم كوره كمان اذا كان بركات او حسين هم بره الملف، حازم امام بره الملف، ما هو اعلنوا انهم بره. طب ماشي ماشي، ودي مشكلة في حاجة. انا عاوز حاجة يعني انا النهاردة لما اجي يبقى في يا جماعة بتكلم فنيا وبتكلم في الكورة، يبقى الاثنين النجوم اللي هم لعبوا منتخب مصر وحازم مثلا راح طرف في ايطاليا وبركات ده من افضل لعيبه الكوره اللي جت في تاريخ مصر. الكابتن برغبتهم وخلينا اوجه لهم نقد على الهواء، الكابتن محمد بركات والكابتن حازم امام رفضوا التدخل في الملف ده على الرغم ان كان هناك في الراي العام محتاج جدا لكلمه منهم، وصمتهم بهذا الشكل في منتهى السلبيه. لا طب انا بقول لك اهوت، يعني وجود حازم ووجود بركات ده يتقل المجلس لما يجي يتناقش في نواحي فنيه. صح، يتقلهم يعني حتى ويسندهم. برافو عليك. برافو عليك. لما انا اتدخل بشكل قوي وبشكل اقنع الناس، اصل هي العمليه مش عافيه، لا هقنع الناس فنيا. ده كان المفروض يتم، يعني انا يعني انت بتقول دلوقتي انا المعلومه دي جديده عندي ان حازم ومحمد بركات هم اللي بعدوا نفسهم، قال لك احنا الملف ده مش معانا وفي ناس مسؤوله عنه من اول الموسم، وبالتحديد الاخ المحترم والاعلامي الكبير وصديق العزيز الدكتور ايهاب الكومي والاخ المحترم صديقنا العزيز الحاج محمد ابو لوفا، ده ملف التواصل مع انديه المظالم. حتى الحاج عامر حسين تضرر من صمت حازم امام وبركات، لان كان يحتاج لدعم ولو معنوي بالكلمه، ان في مسابقه ليها شروط بدات وانتهت عليها، بس مش هنقدر نبيع الانديه الشعبيه، بس تعالوا نشوف نسعر ازاي. طيب يبقى انا كده الحقيقه، يبقى حازم ومحمد بركات اخطاوا الحقيقه في بعضهم عن المشكله دي، لان دي كانت مشكله مهمه جدا جدا ان هم يتدخلوا فيها الحقيقه، ولو تدخلوا حتى بالراي اعتقد كانوا ساعدوا بقيه مجلس اداره الاتحاد الكوره. صح. ان هم بعد نهايه المسابقات على طول ان يتخذ قرار، ولو اتخذ قرار وبركات وحازم مدعمينه اعتقد الامور كانت اختلفت بشكل كبير جدا جدا. لكن احنا دلوقتي بنتكلم في اول الموسم الحقيقه، قلنا ان دوري المحترفين ده هيبقى نقله في كره القدم المصريه. طبعا نقله ليه بقى؟ لانك انت النهارده انت بتتكلم مثلا دوري الانجليزي، بتتكلم دوري الالماني، بتتكلم دوري الاسباني، بتتكلم حتى الدول العربيه النهارده، المغرب، امارات، مش عارف السعوديه، دوري الدرجه الثانيه غير بقى المسميات اللي احنا عمالين نسميها اللي انت علقت عليها دلوقتي، مش عارف الممتاز به والممتاز جيم ومش عارف ايه، هي درجه دوري ممتاز
ودرجه تانية وثالثه وثالثه خلاص والامور واضحه. ومشكله الانديه الشعبيه مع الفلوس ان شايفه ان ما يليقش بيهم انهم فجاه يبقوا درجه ثالثه، في حين ان حد جه من الثالثه راح محترفين برضه، ما دي حقوق مشروعه، وانما طالبت بحقك في توقيت خطا بعد ما انتهى الموضوع. بالظبط، يعني لو الانديه الشعبيه عاوزه كانت تتدخل الحقيقه كان من بدري جدا من بدري جدا كانت تتدخل. حتى اقول لك حاجه، هو المشكله ان دوري المحترفين اتعرض على الانديه امتى؟ متاخر، يعني قبل المسابقه مثلا تقريبا باسبوع حاجه كده، اسبوعين او اسبوعين. ماشي كابتن، طب هم وافقوا؟ لا لا اقول لك على كده بس، كان ندي الانديه حقها. والمفاجاه ان الشروط راحت يوم اثنين واحنا انفردنا بده، والمسابقه كانت يوم اربعه. طب هم وافقوا ليه برضه كابتن؟ ما هو ده هو ده هو ده كان يعني اللي لينا واللي علينا. يعني الكابتن حسام عبد العال ده شيئي وراح صاعد بتكرنس، قام من النوم لقي نفسه مش محترفين، واللي صرف واللي عمل، ما هو برضه في حاجات منطقيه. وخلي بالك المحترفين ال 20 اسوان معترض، في عندك 19 دول نايمين في الدره بالصعيدي، لو حد قرب من الدوري الناس تفكرهم مطنشين يا باشا، تهم ومعاهم 30 تاني يعني 50، لو حد لمس المسابقه وشروطها دول حقهم يروحوا الاتحاد الدولي وحقهم يعملوا لكل اللي في وسعك فيه، في حين ان الانديه اللي احنا بنسندها على الورق ليس لها حقوق قانونيه. طب استاذ عبد الناصر معلش انا هتدخل بس في الموضوع ده. بص استاذ عبد الناصر، احنا ما اشتغلنا في بدايه السنه يا كابتن رمضان، اشتغلنا ان في دوري محترفين، اما عملنا تكوينه الفرقه بتاعت كيرنس بالظبط، والباشمهندس حط الميزانيه، فحطينا الميزانيه ان في دوري محترفين. والكابتن بالزبط. رمضان زيك في الفريق رمضان انا كنت لسه اقول للكابتن، كنت لسه اقول للكابتن حضرتك لما رحت النادي الاولمبي وعملت اشتغلنا على كده، جبت اللعيبه وعملت عقود اللعيبه، حضرتك حطيت عليت الارقام بالظبط، واحنا في كيرنس عندنا الارقام يا حسن عشان يعني ايه تقدر تجيب لعيبه، وزد غير المنتاليتي كله، زد كان بيعتمد على ناشئين، راح جاب 10 دفعه واحده خبرات من الدوري الممتاز. بس يا كابتن زيد لعبني ماتش ودي، احنا كنا عملنا معسكر في القاهره قبل الدوري، معسكر مباريات فلعبنا زيد المباراه الوديه، تسعه من اللي لعبوا في المباراه الوديه معانا مشوا. ايوه صح، غير على طول بعد ما اتاكد ان في دوري محترفين، خلاص داخل في مسابقه اقوى. الله ينور عليك، محتاجه خبرات. وهقول لك حاجه، والخبرات اللي زيد اتعاقد معاهم طبعا وليد صلاح الدين و كابتن مجدي عبد العاطي، الحقيقه فرقوا معاه بشكل كبير جدا طبعًا. في ان هو يصعدوه، كانوا لعيبه دوري ممتاز طبعا، لعيبه عندها الخبرات يا حسن. يعني ده انا اقول لك حاجه، ده محمد سمير مثلا المفروض مساك جاب 9 جوال ولا، فطبعا الخبرات فرقت. طبعًا فانا بتكلم على كده، بتكلم ان اتحاد الكوره عبد الناصر كان المفروض بعد نهايه المسابقات على طول يقوم بعد 100% كابتن، ان لازم كانوا يبعتوا اول ما خلص الدوري يبعتوا الجدول، يبعتوا الفرق اللي هتلعب ومواعيد بدء المسابقات، خلاص ومواعيد بدء المسابقات. ما اعتقدش ان حد كان هيتكلم بالظبط، وما اعتقدش ان حد كان هيعترض. مع احترامي يا كابتن، يعني هو هي النقطه الانديه الجماهيريه، انا هعمل ايه؟ انا دايما انت ما عندكش امكانيات ان انت تصرف على فريقك او ان انت تصعد فريقك او ان انت، يعني حسام بيقول، كابتن حسام بيقول ان نادي دي كيرنس كان بعد الماتش بياخد مكافئته بيصرف على لعيبته، عشان كده نادي دي كيرنس كمل يا كابتن. ما هو انت لما تيجي تبص في المجموعه مين اللي وصل؟ الجونه، لافينا، مش عارف، هم دولت اللي بيصرفوا. هتلاقي بص المجموعه الثانيه البلديه، هتلاقي الناس دي اللي بتصرف، كل ده اللي بيصرف. انا مش ذنبي ان انت ما عندكش الامكانيات ان انت تاخد تروح دوري المحترفين، بلاش تطلع للدرجه، مش ذنبي، قول مش ذنبي الكره المصريه بالزبط. ان احنا نفضل كده خايفين ناخد الخطوه بالظبط يا كابتن. وانا اقول لك دلوقتي مثل مهم، ايه اللي حصل في الدوري السعودي لما الاهلي الدرجه الثانيه بقى الدوري السعودي بس.